تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مائل البرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية. نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ونبتدي من القاهرة. الصغرى 9 والعظمى 20، ودرجات الحرارة في الأسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17. أما درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 17، وفي بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18. ننتقل لشرم الشيخ، الصغرى 15 والعظمى 23. أما في الغداء الصغرى 13 والعظمى 23. وفي الأقصر الصغرى 8 والعظمى 25. وأخيرا أسوان الصغرى 10 والعظمى 26. ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نتعرف أكثر عن حالة الجو النهاردة. صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة شيماء، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل لسه اليوم مستمرين في الأجواء الشتوية المستقرة على كافة مناطق الجمهورية. درجات الحرارة خلال فترة النهار بتكون حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام. الطقس بيكون مائل للبرودة على سواحلنا الشمالية، بيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للدفء على محافظات الشمال الصعيد، دافي على جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل الطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، واللي بيوصل أحيانا لحد الصقيع في بعض المناطق اللي موجودة في شمال الصعيد وفي وسط سيناء. أيضا اليوم تكونت شبورة مائية كانت كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن الحمد لله مع سطوع أشعة الشمس بدأت الرؤية تتحسن على الطرق، وطبعا بدأت الشبورة المائية تقل على الطرق الآن. أيضا اليوم متوقع تكاثر لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية، كل المناطق المطلة على البحر المتوسط قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الغير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. يمكن الحالة الجوية دي هتستمر معنا بإذن الله لحد الخميس القادم، لكن زي ما كنا بنتكلم بالأمس إن احنا وارد يحصل تقلبات جوية، فاحنا متوقع من الجمعة القادمة بإذن الله نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، طبعا هتكون على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وهيصاحبها طبعا سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة هيكون ملحوظ يوم السبت القادم بإذن الله. وأيضا كمان نشاط للرياح هيؤدي لمزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة واضطراب حركة ملاحة بحرية. طيب حالة عدم الاستقرار اللي هنشهدها بداية من يوم الجمعة اللي جاية هتستمر تقريبا قد إيه، كم يوم؟ هي ان شاء الله هنبدأ نلاحظها من ظهر الجمعه وتستمر حتى صباح الاحد، يعني 48 ساعه بالكثير ان شاء الله، وهترجع ثاني الاجواء تستقر باذن الله. طيب في وجود الشبوره المائيه اللي يعني هي الظاهره تقريبا الجويه الحاليه في اليومين اللي هم بنشهد فيهم حاله استقرار، ايه النصايح اللي ممكن حضرتك تقدميها دكتور؟ بالفعل هو طبعا الشبوره المائيه دايما ميعاد وجودها في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، فدايما هننصح الساده قائد المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، وطبعا نكون حذرين شديدا حذر شديد من انخفاض الرؤيه الافقيه بسبب الشبوره المائيه. ايضا الساده المواطنين مش عاوزين ننخدع بالطقس خلال فترة النهار أو حتى كمان دخول فترة الليل الطقس بيكون شديد البرودة، فتخفيف الملابس في الفترة دي غلط جدا، فهنستمر في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. وأخيرا طبعا المتابعة الجيدة للنشرات الجوية لمتابعة أي تغيير في الحالة الجوية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك.